طفلة جنت عندها 10 شهور لسه ما تعلمتش المشي، كانت بتلعب هنا مع أختها أميرة اللي عندها 6 سنين، بتلعب جوه البيت زي ما حكالنا أهل جنت. وهي بتلعب جوه البيت جه جارهم اللي ساكن في الدور اللي تحت، اتسحب وجه دخل البيت، خد جنت من على الأرض لأنها كانت بتزحف، يعني الباب كان موارب شوية، خد جنت ونزل تحت، نزل تحت اغتصبها وموتها. جنت وهي بتحاول تصرخ عشان حد ينجدها عمل فيها، بعد ما اغتصبها قفل بقها ومناخيرها لحد ما نزفت وروحها طلعت عند ربنا. جنت البنت اللي لحقتش حتى تتعلم المشي ماتت واتخطفت في 10 دقايق. الأحلام كلها راحت في دقيقة علشان شاب عنده 22 سنة ما يعرفش يعني إيه إنسانية، خطف البنت زي ما إحنا هنشوف. مع تعالى يا نور معايا، نزل بيها. طبعا أصعب لحظات أكيد مرت على جنت وهي نازلة من هنا متشالة ومشي بيها، مشي بيها كل ده وهو شايلها. جنت اللي اختها طلعت جري خافت تتكلم في بيت مامتها، مرت اللحظات دي عليها كأنها سنين رغم انها طفلة عندها 10 شهور. مشي بيها لحد جوه، لحد هنا، لحد ما وصل لهنا بيته المكان اللي هو ساكن فيه. تم اغتصاب جنت وكتم انفاسها وموتها وحطها في كيس اسود وركب الاسانسير ونزل بيها ورماها في مكان لتجمع النفايات جنب البيت على طول. ذنب جنت ايه؟ ما عملتش اي حاجه غير انها كانت بتلعب هي واختها عند جارتهم اللي هي ساكنه تحت مامتهم على طول. جنت الطفله اللي عندها 10 شهور اللي ما اتعلمتش حتى المشي راحت في دقيقه. حق جنت هيرجع، احنا متاكدين من القضاء المصري. مامتها في حاله انهيار كامل، الاب والاهل يعني الحاله صعبه جدا، حتى الجيران كل الناس متضايقه، كل الناس حزينه، الموقف صعب جدا جدا جدا. هنكمل باقي الحديث مع اهل جنت. محمد سيد أمير، محمد سيد سمعت التهم الموسعة دي في الإجابة العامة؟ سمعت التهم الموسعة دي في الإجابة العامة؟ إيه رأيك فيها؟ ها؟ يقول إيه؟ يقول لا معلش. أوكي. الباب اللي جانت اتاخدت من عنده. تمام. هي كانت بتلعب هي واختها عند جارتكم. لا هو هي اصلا قرايبنا مش بعيدين برضه، ف هم جوا لعند البيت ده. ده الباب. كانت بتلعب هنا؟ لا مش بتلعب، الباب بس كان اما خلوا الباب مفتوح عايزه تطلع. هي بتعب اصلا صغيره. هي لسه ما تمشيش. تعالى كده. عمرها 10 شهور يعني. 10 شهور فاخدها من هنا. واستدرج يعني من جوه، حتى هي من جوه يعني اخذها كده ونزل بيها. كانت جوه الباب. لا مش بره. ما كانتش بره، ده دخل جوه الباب. اخذها كده من جوه يعني. المهم
الجرأة دي؟ واختها كانت معاها شايفه. اختها كانت هي اصلا عايزه تعصلها ايه عشان تاخدها ترجعها لجوه، واخدها كده على طول ايه ونزل بيها لتحت. قال أميرة إيه علشان ما تتكلمش وما تقولش إن هو خد أختها؟ وأنا مش متأكد صراحة ضبط كده هو قال إيه، لكن هي اترهبت وخافت أثناء ما هو لعن البيت كان. أنا فهمت إن هو عمل لها علامة أو شاور لها حاجة إنك لو اتكلمتي هموتك مثلا أو حاجة زي. لا أنا أصلا ما كنتش موجود، لكن أكيد يعني أميرة حكت لكم إيه؟ فصراحة أنا مش كنت موجود صراحة، لكن طبعا دي الحاجه اللي حصلت ان الراجل اخذ الطفله هو الشقه، يعني هو دخل من على الباب وخد البنت. بس من كده قبل ما هي تطلع خالص اخذها كده اهو. جرأة فظيعه. هو ساكن فين بقى؟ هو ساكن تقريبا في الدور 13، الدور اللي تحت. يعني هو طلع دور. هو طلع فوق. ده طلع لجانت مخصوص. بالضبط كده، طلع فوق. هو ساكن فين؟ انا بس مش متاكد. مشكله يعني هو ساكن في الدور 13. يعني هو طالع للبنت قصدها مخصوص، طالع دور، حتى مش نازل مثلا لا الاسانسير مشغول او حاجه فنازل. ولا هو بيطلع الدور الاسانسير شغال فوق، يعني هو كان طالع ليه؟ اسباب ان هو طالع لجنب. مش يعني ما فيش حاجه اصلا يسيبه انه يطلع فوق، يعني مفيش اي سبب يخليه يطلع الدور. الدور 13 هيطلع دورة. لو هينزل لو الاسانسير بايظ هينزل على السلم. ينزل السلم. لو هيركب الاسانسير هيركب من هنا. بالضبط كده. هو ساكن في واحده من دول صح؟ عشان هو بيتقال عليه ان هو عامل ديليفري وكان طالع في الاسانسير بالصدفه، دي مش حاجه. ساكن في الدوره 13. هو جارك. هم مجموعه وزاب، هم اصلا موجودين في الدوره 13 يعني. طب اللي كانوا معاه اللي ساكنين معاه حد شافهم بعد الجريمه او كده اتكلمتوا معاه؟ لا اصلا بعد الهسه الناس بدات تغبط وتدور الحته كلها ما عدا الباب اللي كانوا ساكنين معاه. قصدك مش ما بقوش موجودين؟ لا كان في ناس، حتى هو لما اخذوه كان هم اثنين مش لوحده يعني. انت ساكنه كنت بتشوفي المتهم؟ لا بس انا ما شفته. بس يعني ولا شفتي جنى وهي واخدها ولا ده؟ انا كانت جوا. ما سمعتيش صوت جنى وهي؟ ما سمعت اخر. بس جانت، هي اسمها جانت. اخر سمعت بس الناس قاعده كوري وانا ثلاثه بس قاعدين نقبض البيبان كله، وده قاعدين نقبضه وما فيش زول يفتح بس كده ورايحين معنا. بس هو كان جوا؟ كان جوا وما رضيش يفتح. لما البوليس جه. ده قبل ما البوليس يجي انتوا الناس كانت بتدور على جانت فين؟ صح كده؟ خبطوا عليه؟ مين؟ الناس اللي في العماره خبطوا عليه قبل ما البوليس يجي وما رضيش يفتح. ما فيش يفتح الباب. بس انت ما شفتوهوش يعني ما تعرفوش شخصيا؟ ما شفتوش خالص؟ لا. انت شفتيه قبل كده؟ لا شفتها ولا مره. بس السيد اشر كده بس قاعدين نسمع الصوت، لكن شخصيا كده ما قاعدين نشوف. تسمعي اصوات بس بيخرجوا بيدخلوا؟ اي بس وبخش ما حاولش يضايقكم مره بقى بما انه انتوا اقرب لا ناس لا ليه؟ لا عايش لوحده؟ لا وستة ولا خمسة عايشين مع بعض شباب؟ اي شباب عايشين مع بعض. قولي لي انت شفتي طبعا جانت وعارفاها كويس صح؟ هي ما بتعرفش تمشي يعني لسه قدر دي قدر ده صغير. الحادثة عملت فيكوا ايه وانتوا استقبلتوا الخبر ازاي؟ لا بس ما اعرفش، بس سمعنا بس الناس جت قبض لنا الباب قال لنا بس الجنة دي ما فيش وخش هنا. قلت له لا ما فيش، بس طلعنا قاعدين نفتش قاعدين نقبض البيبان فوق والتهد قاعدين نقبضه بس، لكن ما اعرفش. انتوا متعودين تدخلوا لبعض وتطمنوا على بعض كسودانيين مع بعض في العماره واحد تطمنوا ولادكم بيلعبوا مع بعض، قولي لي بقى دلوقتي الولاد لما بيسالوا على جانت بتقولوا لها ايه؟ بتقولوا للولاد ايه؟ جانت راحت فين؟ لا ما الاولاد ما قاعد يراعي تحت، بس يجي المدرسه يخش جوه نقفل الباب نقعد جوه. بس اكيد كل الولاد خايفه. هي خايفه، الناس الكبار ذاتها خايفه. هاي خايفين.
ربنا يعينكم وربنا يكون في عون اهل ان شاء الله. ربنا دي ختلينا بس، ربنا دي ختلينا وارد الكعب ده بس. وشكرا، شكرا ليكي وربنا يعينكم والبقاء لنا ان شاء الله. احنا معانا والده جانيت، هي في حاله طبعا صعبه من ساعه الحادثه. عايز تقولي ايه؟ انا مش قادره اتكلم من كتر الوجع، غير انه يعني كل ما اتكلم البنت بتوحشني اكتر، وبيجي لي حاله من الهبوط، ما اقدرش اتكلم واحكي كل شويه القصه اللي حصل لها، مش قادره. هو بيقول ان هو كان شايلها، مش هتقول كده؟ بيقولوا شايلها في الشنطه بتاعت لا قولي كده معلش يا استاذ. هو بيقولوا اساسا هو شايلها. لا تقريبا بقى لنا 10 دقايق ماشيين. فالمسافه دي ازاي تكون شايل بنت يعني ما يقارب 3 4 كيلو في شنطه، والمسافه دي كلها وما فيش كاميرات مثلا هنا الحته دي كلها تجيب الراجل؟ فانا بعتقد مسافه كبيره. احنا ماشيين تقريبا بقى لنا 10 دقائق ربع ساعه. كل دوت هو ماشي بجانت ومحدش حاسس من الناس ان في بنت مقتوله في ايده، فدي حاجه مستحيله طبعا. فانا من نفسي مش مصدق الكلام ده. ما فيش اي كاميرات في المكان، فمستحيل يعني لو ما فيش كاميرا هيبقى في كاميرا في حته ثانيه لو ما في. فانك تكون ما تخش الحته دي، المسافه طويله مش يعني مسافه كبيره جدا. جدا. بس هو بيقول ان هو كان شايلها على كتفه يعني؟ لحسب الشيء اللي اتقال انه قال شايلها على الشنطه بتاعت التوصيلات بتاعت الدليفري. حطها في الشنطه بتاعه الاكل. مش عارف هي قوي قد ايه انه ده تاخد العمر. شالها على كتفه بتاعت الشنطه بتاعت التوصيل بتاعت الاكل. انتوا لقيتوا البنت فين؟ لقيتوا البنت فين؟ تعالى لان في الحته دي العصر في ولع نار برضو. تعال ولع نار مش هنا. تعالى ورينا. مش هيقدر يخش باباها، مش هيقدر يخش. خلاص خليكوا واقف، ربنا يعينه. الأب مش قادر يفتكر المشهد ومش قادر حتى يدخل المكان اللي لقى فيه بنته، بس احنا هنحاول ندخل ونشوف. نار وكده، لما لقينا البيت وقع هنا ولقينا النار. بس انت قول لي، انت بتقولي البنت لقوها مفيش كيس معاها ولا حاجة، هي بس لقوا البامبرز جنبيها. البامبراس، وهي كده عريانة يعني. عريانة خالص. عريانة بس اللي لابسة من فوق. لابسة الجزء اللي فوق بس، والبامبرز مرمي جنبيها بتاعها. بالضبط بالضبط كده. بس غريبة قوي ان هو تقريبا احنا مشينا مسافه كبيره جدا. مسافه مش عاديه يعني، عدي مش يجي هنا. مشينا ربع ساعه تقريبا. شال البنت ربع ساعه ماشي بيها عشان هي هنا. مسافه يعني ما فيش عد كده. على اساس يعني ان مثلا تكون وقعت من البلكونه. وقعت. فالاحسب افكاره بقى احتمال يعني. طب ما حتى لو هتقع من البلكونه هتقع هنا. مباشره، لكن هو جاء قطع هنا. ولا مثلا اختل عليه الامر. فصراحه مش عارفين هو كان بيفكر ازاي، لكن دي الحاجه اللي حصلت يعني. فللاسف نكون ما ياخد المسافه دي كلها ويجي يقطعها هنا ده. فانا افتكر انه المفروض كان يعني ايه اللي جه في بالكم ان انتوا تيجوا تدوروا على جانت؟ فنحن برضه تخيلنا ان احتمال وقعت من فوق، دورنا عليها في كل حته، فقلنا احتمال هي وقعت من هنا ولا حاجه. ف يعني انتوا اكتشفتوا عدم وجود جانت بعد قد ايه؟ يعني الموضوع خد وقت يعني حاجه بتاعت يعني ممكن تقول ربع ساعه كده يعني. هو خد جنت ودخلها البيت عنده اغتصبها وقتلها في 10 دقائق تقريبا. لا نحن اصلا ما لقيناش الا بعد الساعه 2 من الساعه 6 ما يقارب 8 ساعات يعني. لذلك نحن دورنا وخبطنا على كل الابواب. سمعت ان انتوا خبطتوا عليه كمان وما رضيش يفتح. ما فيش حد يفتح اساسا الفتره دي كلها، ما فتحهاش الا بعد ما جينا وبعد ما جات الشرطه وكده. الشرطه جت بعد قد ايه؟ انا عرفت ان الشرطه يعني جت بسرعه جدا. الشرطه برضو عقدت وقت يعني، لان بعد ما بلغنا فقال لنا الا بعد 24 ساعه من الفقدان. فلذلك على اساس انها متغيبه. لكن لما لقيتوا الجثه بتاعه جنى بس بعد الاتصال برضه، بعد كده الشرطه جابت المتهم في خلال قد ايه؟ فاثناء ما هي جت طوالي عرفوا ان هو اللي عمل الجريمه ديت، لانه دي الحته الوحيده اللي كان الباب مقفول ما فيش حد طلع. الشك كان كله عليه. بالضبط كده.
ربنا يعينكم وربنا يكون في عون والدة جانت. هي مش قادرة تتكلم ولا أي حاجة، حتى باباه مش قادر يدخل، وحقه الموضوع صعب. وربنا يكون في عون أميرة. أنا عايزة أميرة أختها اللي هي أكيد طبعا أختها الوحيدة. لا، عندها أخوات تانية لكن هي بالواتي عشان بعدناها شوية عشان هي تاخد ترتاح. قولي أميرة عاملة إزاي؟ يعني ما جت حكت لكم الموقف، إحساسها إيه؟ يعني اكيد طبعا صعبان عليها اختها، ان هي كمان اخر حد كان موجود معاها كانت هي اميره. هي بس انا بفتكر اميره دي بنت صغيره لكن قويه يعني، فقدرت انها تتعرف على المتهم من اول نظره. فحتى هو المتهم لما دخل كان متوقع انها تعرف. بالضبط، هو حتى لما هو اخذ البيت كان بملابس، ولما طلع برضه بملابس اخرى لكن تعرفت عليه يعني. يعني هو طلع غير هدومه على سن البنت ما تعرفوش. بالضبط يعني. بس أميرة قدرت تعرفه من نظرة أولى يعني. نظرة بالضبط كده. لأن هي مشهد ذكية شوية، ومشهد كان يعني ما فيش تنساه. مش هتنساه المشهد ده عمرها. بالضبط. وإن شاء الله القصاص هيكون هو اللي هيبرد ناركو، أنا متأكد. شكرا لكم، وشكرا لقناة صدى البلد، وشكرا لكل من دعم قضية جانت. أولهم المصريين يعني، هم ناس قلبهم طيبة، في ناس إنسانيين دعموا بقوة القضية، وفي ناس في أهلنا في أمريكا في كل دول العالم. قضية ضد الإنسانية وضد الدين وضد المبادئ، ضد أي حد في الدنيا لازم يبقى ضدها. فيش حد هيرضى أبدا بالموقف اللي حصل. بنت عندها ما مشيتش، حتى ما تعلمش تمشي، ما لحقتش تعيش. فمين هيرضى؟ مين هيقبل على نفسه أو على حد غيره؟ ما في جريمة صعبة جدا، وربنا يعينكم. صعبة. شكرا لكل من دعم القضية. شكرا حقكم علينا. Thank you.